والمؤجلة لحساب الجولة الرابعة المجموعة الثانية، مباراة تلعب غدوة في ملعب سوسة انطلاقا من 3:30 متاع العشية. النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الافريقي، مباراة يديرها الحكم نضال الطيف كحكم رئيسي، مساعد اول وائل الحناشي، المساعد الثاني وسيم عمارة، والحكم الرابع امير العيدي. فريق النجم الرياضي الساحلي في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط بعد خوضه لـ3 مباريات، عمل 2 انتصارات وانقاد للهزيمة في مباراة الجولة الافتتاحية. النادي الافريقي في المرتبة الخامسة من 2 مباريات، برصيد 4 نقاط، عمل انتصار وتعادل. طبعا مباراة مؤجلة بسبب التزامات الافريقي في الكونفدرالية، النجم في كأس رابطة الأبطال الافريقية. نعاود نذكر بالموعد ان شاء الله غدوة 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس. برنامج الجولة الخامسة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نهار السبت 23 سبتمبر في المجموعة الأولى 3:30، قوافل رضي بقفصة مستقبل سليمان، في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف الأولمبي الباجي. النجم الرياضي الساحلي معفى من خوض الجولة الخامسة، نهار الأحد دفعة ثانية في المجموعة الأولى، توقيت مباراة الكلاسيكو بين النادي الافريقي والملعب التونسي توقيت جديد، مباراة تنطلق 5:30 متاع العشية. بقية المواجهات 3:30 النادي البنزرتي اتحاد تطاوين، الاتحاد المنستيري النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية، وكما ذكرنا المجموعة الأولى مباراة النادي الإفريقي الملعب التونسي بتوقيت جديد من 5:30 بطلب من التلفزة الوطنية. نذكر مباراة غدوة لحساب المجموعة الأولى بين النجم والنادي الإفريقي منقولة على الوطنية الأولى وأيضا قناة الكأس القطرية. فريق مستقبل سليمان أعلن اليوم التعاقد مع مهاجم غيني عمره 19 سنة لمدة 3 مواسم، الحسن سوما كارمبا، قادم من فريق الوستار الغيني. الترجي الرياضي يسعى لتأهيل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز، مفاوضات متواصلة، الأقرب المفاوضات مع الأردني شرارة من أجل فسخ عقده وبالتالي تأهيل البرازيلي رودريغيز، مفاوضات متواصلة، وفي أي لحظة ينجم البرازيلي رودريغيز يكون مؤهل لخوض مباريات رسمية مع الترجي، خاصة قبل مباراة الكلاسيكو ولا حد القادم ضد النادي الرياضي الصفاقسي. كيباسو الجامبي القادم من فريق مستقبل سليمان اليوم يباشر التمارين مع الترجي الرياضي، وأمان الله مميش باش يرجع لتعزيز صفوف الترجي بعد تعافيه من الإصابة. اليوم خالد بن يحيى مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى أشرف على الحصة التدريبية للفريق بعد ما تم تداول الأخبار يهم خروج خالد بن يحيى من تدريب مستقبل المرسى. خالد بن يحيى ما زال هو المدرب الأول لمستقبل المرسى، كما حكينا اليوم أشرف على الحصة التدريبية للفريق، ونهار السبت مباراة ودية بين مستقبل المرسى وشبيبة العمران. النادي الرياضي الصفاقسي من أخبار، واللاعب الغيني موسى كونتي يقدم اعتذاره للهيئة التسييرية بعد غياب عن التمارين، تم تجاوز الخلاف وبالتالي كونتي موجود مع الفريق وباش يكون حاضر في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي. فريق الأولمبي البيجي ممنوع من الانتداب بعد عدم تسويت وضعية بعض اللاعبين اللي غادروا الفريق في الميركاتو الصيفي. هيئة الاتحاد المنستيري أعلنت عدم ورود ترشحات لرئاسة النادي في المدة النيابية القادمة، وبالتالي الهيئة التسييرية باش تواصل مهامها لضمان مصلحة الجمعية والسير العادي للفريق حتى موعد الجلسة العامة الانتخابية، الموعد اللي تم تأجيله حتى إلى يوم 29 سبتمبر الجاري. من الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية، اليوم الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم تم سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية
للموسم الجديد 2023-2024. في المجموعة الأولى، الجولة الأولى، سبورتينغ بن عروس أمل حمام سوسة، المرجان الرياضي بتبرقة النجم الراسي، النادي القربي هلال المساكن، جمعية طريان القلعة الرياضية، نادي حمام لوم جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، مستقبل وادي الليل، وفريق شبيبة العمران معفى من خوض الجولة الأولى. في المجموعة الثانية، نسر جلمة أمل الركبة الطاوين، سبورتينغ المكنين، أولمبيك سيدي بوزيد، أمل جربة هلال الشابة، محيط قرقنة، أولمبيك مدنين، الملعب الجابسي، مستقبل الرجيش، الترجي الجيسي، مستقبل جابس، وفريق مكارم المهدية معفى من خوض الجولة الأولى. ظروف عملية القرعة وموعد انطلاق أو نهاية الموسم باعتبار أن الجولة الافتتاحية بين 7-8 أكتوبر، في انتظار بقية الرزنامة كلها أسئلة يجاوب عليها وليد بن محمد عضو مكتب الرابطة في تصريح الزميلنا الهادي جبنياني. عادة الرزنامة في ظروف ممتازة بين الجمعيات الكل، صحيح رغم من صعوبة الرزنامة كسؤال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، تعرف أن يبقينا بعض الصعوبات خاصة في الملاعب ولا في الجهات، كما في ملاعب ما في ولاية نجوزوز جمعيات ولا ثلاثة، هكاك لقينا حل وعملنا دي كوب اللي نجموا يلعبوا معناها بالعكس، معناها اللي موجود اليوم في ولاية ويلعب البرة. إن شاء الله المهم والأهم في هذا الكل إن شاء الله تتعدى البطولة في كنف الروح الرياضية، يسودها التنافس الشريف بين كل الفرق، وهذا اللي نطمح له إن شاء الله. موسم ممتاز لجميع الفرق، مناسبة أيضا نأكدوا فيها من خلالكم على ضرورة احترام القوانين الرياضية والهياكل الرياضية والجمعيات، بعضهم مهما تكون إلا تنافس، فما شكون باش يطلع فما شكون باش ينزل، إن شاء الله تتعدى في ظروف ممتازة. فما نعرفوا على الأقل وقت تشوف البطولة، نعرفوها بشدة 7-8 أكتوبر، ولا كما الرزنامة الرابطة المحترفة الأول كنا نزلنا في الأول قبل انطلاق القرعة الرزنامة كاملة مع القوانين الخاصة بالرابطة الثانية والأولى، إن شاء الله تباعا قبل انطلاق البطولة نعرفوا الكالندري بالضبط، الرزنامة كاملة إن شاء الله في غضون الأسبوع المقبل بعد اجتماع المكتب الجامعي سيامين موبو إن شاء الله باش يهبط الرزنامة كاملة إن شاء الله. من كرة القدم محليا إلى كرة القدم الأوروبية، واللي يهمنا يهم ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، ثلاثة ملاعبية اليوم يشاركوا ضمن دور مجموعات كأس رابطة الأبطال الأوروبية. اليوم عيسى العيدوني مع فريقه يونيون برلين الألماني يواجه ريال مدريد، مباراة تنطلق 6:15 متاع العشية بتوقيت تونس. الياس العاشوري مع فريقه كوبنهاغن الدنماركي يواجه جالاتا سراي التركي، مباراة أيضا 6:15 متاع العشية. والثمانية متاع الليل قمة منتظرة بين باير ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة تنطلق 8 متاع الليل، ونعرفوا أنه حنا بعل المجبري موجود في القائمة، قائمة مانشستر يونايتد لخوض المباراة. من كرة القدم إلى التنس، أونس جابر تشارك في دورة غوادالاخارا المكسيكية. أونس جابر تأهلت إلى الدورة الثمنة النهائي، والفجر غدوة تلعب ضد الإيطالية مارتينا تريفيسان المصنفة رقم 54 عالميا. كرة اليد، بطولة افريقيا للصغريات بالمنسير، المنتخب الوطني التونسي اليوم ضمن ربع النهائي يواجه 6:30 متاع العشية المنتخب الانغولي. البارح المنتخب الوطني التونسي خسر ضد نيجيريا 28-20، منتخبنا كان فاز ضد الجزائر 29-16، وكان تعادل في الجولة الأولى ضد غينيا 18-18، وكما ذكرنا اليوم ربع النهائي 6:30 ضد المنتخب الانغولي. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.